Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. خير ما نبدأ به هذه الليلة المباركة آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا مرشح جامعي لرتبة ملازم أول علي عمران بالعيد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نشيد الاستقلال نشيد ليبيا فليقف الجميع إن شاء الله. يا بلادي يا بلادي بجهاد وجلاد ادفعي كيد الأعادي والأعادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إنا على الدهر جنود لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء. ليبيا 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 جرد الأجداد عصبا مرهفا يوم ناداهم مناد للكفاح ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى وبالأخرى السلاح فإذا في الكون دين وصفا وإذا العالم خير وصلاح فالخلود للجنود إنهم قد شرفوا هذا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفداء. ليبيا 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 نيابة عن معالي لواء ركن يوسف أحمد المنقوش رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي وأصالة عن نفسه وزملائه في الجيش الليبي الأبي سعادة العقيد ركن محمد النعيرية مدير إدارة التدريب بالجيش الليبي فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترحم على شهدائنا الأبرار وأدعو بالشفاء لجرحانا والعودة لمفقودينا وأن يمن الله علينا وعلى بلدنا بالأمن والأمان وأن نبني دولة حديثة على معايير الدول الحديثة الدول الديمقراطية دولة الدستور دولة القانون بمؤسساتها المختلفة ومن بين هذه المؤسسات جيشاً يحمي الوطن يحمي الإقليم يحمي الشعب يحمي الدستور ولاءه
لهذه العناصر فقط، ليس لفرد ولا لحزب ولا لمجموعة ولا لطائفة ولا لأيديولوجيات معينة. هذا الجيش الذي سيبنى بعون الله تعالى، هؤلاء الخريجين الذين معكم في هذا اليوم هم نواة هذا الجيش بعون الله تعالى، يحملون العلم ويتسلحون به، إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. جربتهم الدولة الليبية أثناء هذه الثورة فلبوا النداء عندما دعتهم البلاد. إن بناء الجيش هو مسؤولية كبيرة وعظيمة ومعقدة لنصل بعون الله إلى مصاف الجيوش المتقدمة التي تحمي الدستور والإقليم والمواطن. لا شك أن المشوار طويل والبداية دائما تكون صعبة، والإمكانيات نحتاج للعديد من الإمكانيات، ونحتاج للدفع بهذه المؤسسة إلى الأمام، وأن نعطيها الفرصة لتتمكن من القيام بواجباتها وأن تكون على الطريق الصحيح بعون الله تعالى. إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في هذه المناسبة بأعضاء الجالية المقيمة في الإمارات، هذه الجالية التي لبت نداء الوطن ودعمت ثورة 17 فبراير بكل ما أوتيت من مال ومن جهد ومن آراء ومن أفكار ومن تواجد في الميدان. عرفنا هؤلاء الناس في هذه الجالية نصراً، أو نصروا أخوانهم داخل البلاد، تركوا أعمالهم، تركوا دراستهم والتحقوا بالثوار كل حسب جهده وحسب إمكانياته. لا أستطيع أن أوفيهم شكرهم، أولاً لأنهم يؤدون واجبهم نحو وطنهم، ثانياً لأنني لا أستطيع أن أشكرهم أو أنني أقدر المجهود الذي بذلوه. الحقيقة أنها فرصة سعيدة ولي أنا شخصياً وباسم رئاسة أركان الجيش الليبي وباعتباري مديراً لإدارة التدريب بالجيش أن نحضر مع سيادة اللواء يوسف المنقوش حفل التخرج، والذي غادر الإمارات لدواعي العمل، والتقينا مع سعادة السفير الدكتور عارف والذي لمسنا فيه كل تعاون مع الجيش الليبي والقوات المسلحة. وخير دليل على ذلك هو اهتمامه بهؤلاء الخريجين خلال فترة تواجدهم التي امتدت لمدة 6 أشهر، كان فيها يمد يد العون لهؤلاء الطلبة وأعطاهم جهده ووقته وكل ما يستطيع بحيث ييسر لهم الأمور ويدلل كل الصعاب التي واجهت هؤلاء الطلبة. فله منا كل الشكر وكل العرفان وكل التقدير والاحترام، هو وطاقم السفارة والقنصلية الموجودين في هذه الدولة، والذين يعتبروا كخلية واحدة استطاعوا أن يبذلوا الجهد وأن يقوموا بما يمكن أن يقوموا به في هذه في هذا المجال. طبعا نحن بداية هذا التعاون مع الإمارات، هذه أول دفعة تصل إلى الإمارات، كما وصلت مجموعة من الدفعات لمجموعة من الدول، والحمد لله يعني ابتدأنا في إرسال متدربين طلبة وجنودا وضباطا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى إيطاليا إلى اليونان إلى مصر إلى السودان إلى الأردن إلى قطر إلى عمان إلى باكستان إلى الصين. كل هذه الدول الآن يوجد فيها متدربين ليبيين على كل المستويات. كان في السابق كل المتدربين يتجهوا نحو المعسكر الشرقي وهو دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وعانينا الكثير من تعاوننا مع الكتلة الشرقية، والآن نحن بصراحة نتجه في التعاون مع أولا لتنوع الأسلحة، وثانيا يكون الاتجاه معظم باتجاه الغرب. صحيح أن لدينا المجموعة من المشاكل التي لا تخفى عليكم وربما لا يكون المجال يسع لذكرها الآن، ولكن لنبين صعوبة المسؤولية وصعوبة العمل المنوط بنا. ولعل من أبسط الصعوبات والتي أعتقد أنكم تعرفونها جيدا هي عدم إجادة اللغة الإنجليزية لمعظم أفراد الجيش الليبي، بل وربما حتى معظم الشعب الليبي، وهذه طبعا تعتبر من أكبر المشاكل التي واجهتنا. حتى عندما تحصلنا على فرص للتدريب في بعض الأماكن أحيانا لا نجد من ندفع به في هذا الاتجاه. المسؤولية كبيرة ولكن العزم كبير والإرادة موجودة ومتوفرة، وبعون الله سنبني جيشا متطورا
يكون مشكلا من كل أبناء الشعب الليبي، ليس محدود على قبيلة معينة ولا على مدينة معينة ولا على فئة معينة. تتكاتف الجهود، وبعون الله نعدكم أننا سنبذل كل ما في وسعنا. أرجو المعذرة على الإطالة. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لمشاركتكم، وبارك الله فيكم، ودامت ليبيا حرة أبية بعون الله تعالى. شكرا لكم. بارك الله فيكم سعادة العقيد الركن محمد نعيرية. والآن الكلمة لسعادة العقيد خالد علي أحمد، آمر الكلية العسكرية في بلادنا ليبيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الحضور، أبنائي الخريجين، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة سفير ليبيا بدولة الإمارات العربية لرعايته لهذا الحفل بمناسبة تخرج أول دفعة من الضباط الليبيين بعد ثورة 17 فبراير المجيدة. أوصيكم أبنائي الخريجين بالتحلي بالانضباط والخلق وطاعة آمريكم واحترام مرؤوسيكم للنهوض بهذه المؤسسة العريقة التي بعون الله سيكون مبدأها ولاؤها لله والوطن والمحافظة على الدستور بإذن الله. أنتم السواعد الفتية، أبناء ثورة 17 فبراير، الأمل بكم كبير في بناء هذه المؤسسة العريقة لإرساء الأمن والآمان بليبيا الحبيبة، متمنيا لكم كل التوفيق في حياتكم المهنية، ورحمة الله وبركاته. حقيقة أتشرف بالانتماء إلى هذه الجالية الليبية الكريمة، والتي بلا مبالغة كل فرد من أفراد هذه الجالية سفير لليبيا، والحمد لله رب العالمين أنا أستفيد منهم جميعا. وأطلب من الأستاذ كمال الضراط أن يمثل هذه الجالية بكلمات في هذه المناسبة الطيبة، فليتفضل. شكرا. السلام عليكم. والحمد لله. سامحوني أني ما حضرتش للكلمة لأن الدكتور فاجئني بها الحقيقة، لكن أبو نقول اللي نقدر نستطيع نقوله وخلاص. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم لك الحمد يا رب على هذه الأيام السعيدة التي نعيشها بعد هذا الانتصار الذي حققناه والذي لم نكن نحلم به، والحمد لله، ولكن برعاية المولى سبحانه وتعالى وبتضحيات أولادنا وشبابنا وصلنا إلى ما نحن فيه. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يخرج بلادنا من هذه المآزق، إذا كان نعتبرها مآزق، لكن إن شاء الله ما تكونش مآزق، إن شاء الله تكون بس امتحانات، وإن شاء الله نمر منها بسلام. أولا نرحب بإخواننا الضباط ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها لنا أيام الثورة وفي تدريب إخواننا، ونشكر الجالية الليبية التي جاءت من كل مناطق دولة الإمارات العربية للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة. نحن كنا جنب السفارة وكنا ما نحضرش لا احتفالات ولا مهما يدعو ومهما تكون يعملون احتفالات كنا لا نحضرها ولا نلتفت إليها أبدا، وحتى أعتقد الحضور متاعهم كان ضعيف جدا قبل ثورة 17 فبراير. لكن الآن بمجرد ما يوصلنا أي رسالة من السفارة كنا ما شاء الله نحضر، وكل الوجوه النيرة ما شاء الله اللي جاءت، هذا دليل عن أننا نهتم ببلادنا ونهتم بأولادنا
ونهتم إن شاء الله بالمستقبل اللي إن شاء الله حيكون خير بعون المولى. ولائهم لمصلحة جهوية، إنما ولائهم لمصلحة ليبيا التي سوف تكون بعون المولى سبحانه وتعالى دولة دستورية ديمقراطية ترفرف عليها راية العدالة والمساواة لجميع الليبيين. وشكرا للأخ السيد الدكتور العارف اللي كان دائما سباق لمثل هذه اللقاءات، ونشكر جميع من نشكر رئاسة الأركان الليبية أيضا وعلي مجهوداتهم اللي بذلوها في سبيل تدريب وإنشاء الجيش الليبي الذي الأيام الطاغية. وإن شاء الله نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن كلمة هؤلاء الشباب الذين نفرح بهم في هذا اليوم المبارك السعيد، وينوب عنهم مرشح جامعي لرتبة ملازم أول السيد محمد فرج علي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نترحم على شهدائنا البواسل، شهداء ثورة 17 فبراير، ونتمنى من الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل لجرحانا وعودة مفقودينا. السادة الحضور، لا يسعنا إلا أن نقول شكرا لكل من جاء وشاركنا فرحتنا بالتخريج من الجالية الليبية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقول شكرا للواء ركن يوسف المنقوش رئيس الأركان الجيش الليبي، وللدكتور عارف النايد سفير ليبيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأخوة الضباط وموظفي السفارة لحضورهم حفل تخريجنا في كلية زايد الثاني العسكرية. مما زاد من رفع روحنا المعنوية. السادة الحضور، ما جئنا لهذه الدورة، دورة الضباط الجامعيين، إلا من أجلك يا ليبيا، هذا التراب الغالي الذي ضحى من أجله الأبطال التي روت دماؤهم الطاهرة أرض الوطن. وليبيا هي الوطن الذي لا نعيش فيه، بل هو الوطن الذي يعيش في قلوبنا. السادة الحضور، هذه الدورة جمعت هؤلاء الضباط 28 من مدن ليبية عدة، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، ليكونوا بإذن الله تعالى عند حسن الظن ويكونوا في الموعد. وفي الختام ما عسانا إلا أن نقول شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، وحقيقة الشرف كان لنا في حضور حفلة التخرج، وكم كان الاعتزاز كبير والشعور بالفخر كبير عندما عرفنا أن الأوائل على الدفعة كانوا من هذه النخبة الليبية الجميلة. فكان الأول على الدفعة الأخ السيد أنس إبراهيم علي الهيرمة، وهو ليس معنا اليوم لأنه اتصل بي وقال اسمح لي سعادة السفير كما ذكر، ولكن والدي مريض وأنا مضطر للسفر قبل أن أستطيع أن أحضر هذا الحفل، فهو معنا هنا إن شاء الله بأهم معية وهي معية المحبة، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، ونحن نقدر هذا الشاب ونحترمه، وله هدية مميزة نرجو من زملائه إيصالها له، فأطلب من الأستاذ محمد فراج علي بخزام أن يعود إلى المنصة لاستلامها نيابة عنه إن شاء الله. وكان الثاني على الدفعة مرشح جامعي لرتبة ملازم أول السيد عصام علي البشير الحاج سالم، يتفضل.
والآن سأطلب من سعادة عقيد ركن محمد نعيرية وسعادة عقيد خالد علي أحمد أن يسلم باقي الهدايا للطلبة، وأنا سأذكر الأسماء واحدا واحد إن شاء الله، ومعهم الأستاذ كمال الضراط نيابة عن الجالية الليبية، فليتفضلوا. السيد رأفت مصطفى عمر يحيى، اطلع اطلع فوق هنا خير. السيد فاضل عيسى الصادق الصادق، السيد بشير عبد السلام سعيد كشيرة، السيد علي عمران أبو العيد جمعة، هناك زميل اضطر للسفر أيضا، السيد محمد عبد العزيز علي الفرجاني، فليتفضل الأستاذ محمد فراج علي بخزان نيابة عنه. السيد سعد عبد الله عبد الهادي رجب، السيد محمد مصطفى محمد دومة، السيد محمد سيد أبو العيد عبد الكريم، السيد أحمد مصطفى أحمد مصطفى، السيد مهدي صالح محمد مغيربي، وهذه المرة أصالة عن نفسه السيد محمد فراج علي بخزام. السيد محمد محمود محمد محمود، ألف مبروك إن شاء الله. السيد أحمد أحمد علي محمد، وأيضا عن نيابة عن السيد وائل سليمان عبد السلام يوسف، فليتفضل السيد محمد مرة رابعة. وسبب تفضيل السيد محمد فرج علي بخزام أنه قدم تقديما رائعا في حفل التخرج، ذكر فيه وسرد فيه ما تفاصيل ذلك التدريب، وكان يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، ولذلك طلبنا منه أن ينوب عن زملائه، بارك الله فيه. نعم. السيد محمد سالم مصباح الزهراني، بارك الله فيك. السيد فاضل محمد علي طحيش،
السيد عبد المجيد علي مسعود أبو القاسم، السيد عبد الله الفيتوري مولود البكوش، السيد يوسف محمد يوسف الشنيتي، بارك الله فيك، السيد عبد الرحمن خليفة عبد الرحمن العلاقي، بارك الله فيك، السيد الياس جعفر علي عريبي، السيد مالك مصطفى أبو العيد بن عطيوة، السيد محمود عثمان محمد المقري، بارك الله فيك السيد، السيد جمعة محمد خليفة العربي، السيد الطاهر موسى محمد بعوينة، السيد صبري المختار حسين الثمن، وهذه خاتمة القائمة، وإن شاء الله سنلتقي قريبا لتخريج المزيد والمزيد من الدفعات إن شاء الله، وهديتين رمزيتين لسعادة عقيد ركن محمد نعيرية مدير إدارة التدريب بالجيش الليبي، يسلمها له الأستاذ كمال الضراط. وهدية الأستاذ سعادة عقيد خالد علي أحمد آمر الكلية العسكرية بليبيا. تفضلوا سيدي. اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل في سفارة ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وفي القنصلية الليبية في دبي، وأذكر منهم وأخص منهم السيد محمد الخزوري القنصل العام لدولة ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان أول من اهتم بهؤلاء الطلبة عند وصولهم وسهر على ترتيب إجراءات هؤلاء السادة الخريجين. وأيضا يشرفني أن أشكر من صميم قلبي الأستاذ مصباح عون المراقب المالي بالسفارة. والذي ساهر على هؤلاء الطلبة كأبنائه وكان كثيرا ما يتردد على العين لتسوية الأمور الحياتية والإجراءات الحياتية. هذا مع خالص الشكر والتقدير لباقي أعضاء الفريق في القنصلية وفي السفارة، وأيضا زملائنا الجدد الأستاذ المنصوري والأستاذ الهادي، نرحب بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأنا سعيد جدا أن الخارجية الليبية والحمد لله رب العالمين بدأت في إرسال مثل هؤلاء السادة من مستشارين وملحقين، ونرجو من المولى عز وجل أن يوفقهم. كما تعلمون العبد الفقير والفريق المتطوع بما في ذلك الأستاذ محمد الخزوري والأستاذ محمد بوصفيطة والأستاذ السراج والأستاذ عبد الحكيم بو عبد الله، كلنا استقلنا استقالة جماعية في نشكركم على الموافقة في شهر 6، وكان التسليم في اليوم الذي يلي الانتخابات، لأن اعتقدنا أن الشرعية الثورية تنتهي بالانتخابات، وأن الدولة الليبية بحكومتها المنتخبة المنتخبة هي التي يحق لها إرسال السفراء وغيرهم من المسؤولين. فتقدمنا بالاستقالة وذهبت إلى ليبيا لرمضان على أساس أن الاستقالة مقبولة، لأنه وصلتني رسائل شكر أنا والإخوان. ولكن تفاجأنا من حوالي 10 أيام بوصول رسالة تأمرني فيها بالبقاء في مسؤولياتي والقيام بمسؤولياتي بكامل صلاحياتي كسفير ليبيا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وحتى وصول السفير الجديد، فإذا بأحد الإخوان على الفيسبوك يقول وهل هو يأتي على رجليه، يعني حتى وصول السفير. فالبلد يمر بمرحلة صعبة جدا، وكما ترون من حتى تشكيل الحكومة فيه صعوبات، وقد يستغرق الأمر في اختيار سفير جديد والترتيبات اللازمة مع الإخوة في الإمارات بعض الوقت. فحتى ذلك الوقت يشرفني أن أخدم ليبيا وأخدم هذه الجالية المباركة إن شاء الله، وأن تسامحوني على التقصير، وأرجو أن تشاركوني في أن نطلب من الإخوة المتطوعين الذين عملوا معي طيلة العام الماضي على أن لا يتركوني وأن يساعدوني. نعم، الإخوة من وزارة الخارجية على العين والرأس، وهم أفاضل ولهم خبرة طويلة، ولكن حتى هم يحتاجون إلى المساعدة حتى نستطيع أن نخدم هذه الجالية إن شاء الله على أحسن وجه، فنعمل كفريق واحد إن شاء الله. أشكر زملائي الذين خدموا هؤلاء الطلبة، فالسر في الخدمة والإسلام، يعني الدين المعاملة، وأهم معاملة هي خدمة المسلمين، خدمة البلاد والعباد. نرجو، وإن كان هناك نصيحة وأنا أنصح نفسي قبل أن أنصح هؤلاء الشباب الذين هم ما شاء الله ليسوا فقط ثوار شجعان والآن على ضبط وربط أيضا، ولكنهم حكماء، يعني أستحي من أن أنصحهم، ولكن الدين النصيحة. أنصحكم يا سادة بأن تكون الخدمة هي الركيزة الأولى لحياة الإنسان، أن تتحقق بالنية، وأن تكون النية خدمة الشرع الحنيف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الغاية والمقصد الأسنى هو حماية العباد والبلاد في ليبيا بلا تمييز ولا تفريق، وأن تكون هذه الخدمة من صميم القلب. فأرجو من المولى عز وجل، وأدعو المولى عز وجل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يختصر لكم المسافات ويبارك لكم في الأوقات، وأن يقويكم على ما أنتم بصدده. أنتم ستعودون إلى ليبيا وتلبسون اللباس العسكري الليبي إن شاء الله في يوم الأحد أو الاثنين القادم، وستلتحقون بوحداتكم. فنرجو منكم أن تكونوا بذورا للخير، وبذورا للانضباطية، وبذورا للنظام، كما تفضل السادة الضباط العقداء. يعني لا ينقص الشباب الليبي الشجاعة، نحن رأينا شجاعة منقطعة النظير، لا نظير لها حقيقة، ورأينا إقدام ورأينا بطولات، ولكن هذا لا يكفي لإقامة جيش حقيقي، جيش منضبط، جيش احترافي. لابد من الضبط والربط، ومن التنظيم، ومن الهيكلية، ومن الأخذ بأسباب العلم من علوم عسكرية وعلوم مدنية. فأرجو منكم أن تنظروا إلى هذا التخرج على أنه بداية الطريق في التعلم، وأن تحاولوا أن تأخذوا بيد إخوانكم ممن لم يستطع أن يتحصل على فرص تدريب. نحن نتمنى للكلية العسكرية أن تقوم في ليبيا بأسرع وقت إن شاء الله، وتصبح تخرج في ليبيا يعني إن شاء الله، ولكن حتى ذلك الحين أنتم الآن بهذه الفرصة التي منحكم إياها المولى عز وجل عليكم واجبات أيضا،
في توجيه إخوانكم وزملائكم، ستواجهكم صعوبات وسيشكك فيكم مشككون وسينتقدكم منتقدون، وقد تجد بعض القدامى في الجيش ينظر إليكم وكأنكم يعني نزلتم من الفضاء، وقد ينظر إليكم بعض زملائكم من الثوار أنكم أصبحتم أكثر انضباطية من اللازم. اصبروا وصابروا ورابطوا وسددوا وقاربوا، القصد تصلوا بعون الله تعالى. أشكركم إخواني وأدعوكم جميعا لتناول العشاء جميعا وأن تتعرفوا على هذه الجالية ويتعرفون عليكم. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه، ونشكر الجميع على الحضور. شكرا.